مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي في أهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف. لسه بنتابع مع حضراتكم التوب 5 ليجز في العالم كله. هنتابع مع حضراتكم خلال طبعا الموسم كله الدوري الإنجليزي، أكيد وجود نجمنا الكبير محمد صلاح. تابع الدوري الأسباني، صراع الثلاثي أتلتيكو مدريد برشلونة ريال مدريد. هنتابع كمان الدوري الفرنسي بعد انتقال ميسي الأسطورة التاريخية لكرة القدم وتأثيره مع باريس سان جيرمان، بجانب طبعا الدوري الإيطالي اليوفنتوس وصراع الميلان والإنتر، كمان على مستوى البوندسليغا وصراع القمة ما بين بايرن ميونخ دورتموند جلادباخ لايبزيج. كل ده من خلال المحترف. خلينا نتكلم كمان النهاردة في المحترف على يعني الفقرة الأخيرة، هتكون معانا قضية. دايما هنا في المحترف بنتكلم أكيد على الدورات الأوروبية بشكل كبير جدا بتفاصيلها بنجومها، لكن كمان عايزين يبقى عندنا قضية. قضيتنا النهاردة في المحترف قضية التكنولوجي، التكنولوجي اللي دخلت على عالم كرة القدم يمكن من سنين طويلة، وكان آخرها تقنية الفار. تقنية الفار في أوروبا يعني كان لها لازمة في إيه؟ شغالة إزاي؟ إزاي استعدت الدول الكبيرة، الدول العظمى في كرة القدم لتقنية ما تسمى الفار؟ يعني الفار خلي بالكم يمكن تقنية جديدة على كرة القدم، ليها محبيها، ليها منتقديها. بعض المنتقدين بتقول الفار يمكن يعني قللت شويه متعه واثاره كره القدم. على الجانب الاخر لا، الفار بيحقق عداله، تعتبر الى حد ما عداله كامله في كره القدم. النهارده قضيتنا في الفار، وهيكون معانا في القضيه دي كمان يعني خبير تحكيمي عالمي من المانيا، يمكن كان حكم لي بعض المباريات في البوندسليغا ومن خلال التشامبيونز ليج. هيكون معانا نعرف ازاي الفار تم يعني التكنولوجي هناك في اوروبا ازاي ماشيين، هل في خطوات كمان لزياده مهام الفار؟ كل ده هنعرفه من خلال قضيتنا النهارده في المحترف. لكن قبل ما نخش كمان على جزء الصحافه النهارده، يعني هتكلم مع حضراتكم في ثلاث نقط مهمه جدا. النقطه الاولى، يمكن كان في خبر النهارده في كل وسائل السوشيال ميديا هنا في مصر وكمان في العالم كله، ان طبعا فريق ليفربول قدم او بعت جواب لاتحاد الكوره بيقول ان هو مش هيسمح لمحمد صلاح بالانضمام لمنتخب مصر في المعسكر اللي جاي يوم 28، اللي طبعا منتخب مصر بيستعد من خلاله لطبعا مواجهه انجولا ثم السفر الى الجابون، كل ده في ضمن التصفيات القاريه المؤهله لنهائيات كاس العالم. يمكن ليفربول قال ان ظروف الكورونا والحجر على المسافرين الى انجلترا بيمنع صلاح او يعني هيمنعه من السفر، وبالتالي اتحاد الكوره بقى في ازمه دلوقتي، وقال ان يمكن هيلجا للفيفا للحصول على استثناء. لسه طبعا احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه، لكن مفيش شك ان محمد صلاح اكيد هيكون ليه تاثير. تاثير محمد صلاح لمنتخب مصر تاثير، هو تاثير رونالدو على منتخب البرتغال، تاثير ميسي على منتخب الارجنتين، وبالتالي يعني اتحاد الكوره في ورطه. وزي ما بقول لحضراتكم يمكن مش من حق الانديه انها تمنع اللعيبه في الاجنده الدوليه، لكن لظروف طارئه، وحضراتكم عارفين طبعا اجراءات الحجر الصحي في انجلترا يمكن اجراءات صعبه جدا، وطبعا ده اللي استند ليه ليفربول لمنع محمد صلاح، او يعني بيأسف لعدم ارسال محمد صلاح لمنتخب مصر. اكيد الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون اكيد عندهم خطط بديله، لكن زي ما بقول اكيد غياب محمد صلاح هيكون غياب مؤثر جدا في مشوار كاس العالم باذن الله. الحقيقه كمان في جزء مهم جدا على مستوى البوندسليغا، كيميتش لعيب البايرن، الحقيقه خطوه مهمه جدا في مستقبل هذا النادي، نادي بايرن ميونخ، اللي اعلن النادي النهارده تمديد عقد كيميتش وسط، طبعا لاعب الوسط الموهوب، لعام 2025. نشر نادي بايرن زي ما حضراتكم شايفين على موقعه الالكتروني وحسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي يعني نبأ تمديد كيميتش، مشيرا ان طبعا اللاعب الموهوب يمكن اللي انضم للبايرن في عام 2015 مستمر مع بطل المانيا حتى يونيو 2025. كيميتش كمان عبر عن سعادته الكبيره بتمديد عقده، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: اهم اسباب تمديد عقدي مع بايرن ميونخ هو انني استطيع متابعه شغفي بكره القدم بسعاده كل يوم، هنا العب مع نادي عريق واقوى نادي على مستوى العالم يستطيع تحقيق كل شيء.
طبعا كيميتش لعيب موهوب جدا، لعيب صغير في السن، اكيد كلنا كمان تابعناه من خلال البوندس ليجا، من خلال وجود النادي الاهلي كمان في كاس العالم للانديه. كيميتش من افضل اللاعبين الموهوبين وسط الملعب في العالم. هنروح للبريمير ليج، وحضراتكم عارفين انطلقت البريمير ليج، ويمكن دي الجوله الثانيه اللي هنتابعها مع حضراتكم النهارده، لكن لم يشارك في الجوله الاولى لاعب كبير على مستوى توتنهام على مستوى الدوري الانجليزي وهو هاري كين. تقارير انجليزيه النهارده قالت ان نادي مانشستر سيتي بيستعد لطبعا صفقه المهاجم الدولي المتالق هاري كين هذا الاسبوع قبل غلق نافذه الانتقالات الصيفيه في انجلترا يمكن 31 من هذا الشهر الجاري. وفقا للتقارير ان نادي مانشستر سيتي قدم عرض مغري في الاسابيع الاخيره بقيمه 100 مليون يورو للحصول على توقيع طبعا هاري كين، لكن تم رفض هذا العرض من قبل توتنهام. قالت الصحف ان مسؤولي مانشستر سيتي هيقدموا عرض خرافي جديد الاسبوع ده، وان ليفي طبعا رئيس توتنهام كان بيشترط طبعا ان عمليه الانتقال لهاري كين لا تقل عن 160 الى 150 او من 150 مليون الى 160 مليون جنيه استرليني لبيع اللاعب. حضراتكم كمان عارفين ان هاري كين شارك لاول مره مع فريق توتنهام الاسبوع ده في مباراه وولفهامبتون، وكان طبعا غاب عن المباراه الاولى امام المان سيتي، لكن زي ما بقول لحضراتكم يعني في الغالب هاري كين ومتابعي ومحبي توتنهام اعتقد خلال الاسابيع اللي جايه هيكون هاري كين متواجد في المان سيتي بمبلغ خرافي يقرب من 130 ل 140 مليون يورو. قبل ما نبدا طبعا يمكن فقرتنا النهارده يعني عندنا صحف العالميه بنشوف يعني كتبت ايه، وهنغطي كل الصحف العالميه وعناوين الصحف العالميه يعني خاصه الاسبانيه الانجليزيه الايطاليه الفرنسيه قالوا ايه على بدايه الدوري في الدوريات العالميه من خلال المحترف. رجعنا مع حضراتكم وتعالوا نشوف كتبت ايه النهارده الصحف العالميه على المنافسات في الدوريات الاوروبيه المشتعله يمكن في اسابيعها الاولى. نبدا من اسبانيا. ماركا الاسبانيه النهارده طبعا بتركز بشكل كبير جدا على تعادل ريال مدريد امام ليفانتي 3-3 في الدوري الاسباني، وطبعا تالق البرازيلي فينسوس جونيور، وكتبت كمان فينسوس لاعب كبير. اتحدثت الصحيفه كمان عن فوز اتلتيكو مدريد على إلشي 1-0 وتصدروا يمكن جدول الدوري الاسباني، وكتبت كوريا يعني بيقود مره اخرى حامل اللقب. الصحيفه اهتمت كمان بالحارس بجلوس النجم الكبير كريستيانو رونالدو على دكه البدلاء خلال طبعا لقاء يوفنتوس واودينيزي، وكتبت بديل والكثير عن الضوضاء، يعني يمكن كتبت الجريده عن ان يعني رونالدو كان متواجد على دكه البدلاء. سبورت صحيفة سبورت الأسبانية ركزت على تألق الهولندي ميفيز ديباي طبعا برفقة برشلونة في أول لقاءات الموسم دوت، وكتبت القائد ميفيز ديباي تحدثت مع عن حوار معه نجم برشلونة طبعا الشاب بدري، وكتبت بدري هو بيقول بالنسبة لي اللعب كثيرا هدية. طبعا بدري من اللعيبة الشباب على مستوى العالم، وطبعا نجم من نجوم الصاعدة في عالم كرة القدم العالمية. الصحيفة اهتمت كمان بتعادل ريال مدريد زي ما بقول لحضراتكم أمام ليفنتي 3-3، فوز أتلتيكو مدريد على إلشي 1-0 في الدوري الأسباني، وكتبت فينسوس طبعا ينقذ نقطة في فالنسيا، وأتلتيكو مدريد يفوز بهدف كوريا. ديبورتو مدريفو دي صحيفة في أسبانيا بتقول وركزت كمان على مستوى برشلونة في أول لقاءات الموسم والتفاهم الواضح ما بين دي يانج وممفيس في شكل الدفاع، وكتبت يعني بتقول أن انقطاع اتصال في إشارة لانسجام الحالة الهجومية لفريق برشلونة وعشوائية التنظيم الدفاعي، وهو نفس الامر بالنسبه الى منطق طبعا على ريال مدريد قوه هجوميه كبيره جدا، ولكن يبقى برشلونه وريال مدريد عندهم بعض المشاكل الدفاعيه. كمان تحدثت عن تعادل ريال مدريد امام ليفانتي 3-3 في الدوري الاسباني.
الصحيفة دي كمان اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إلش زي ما بقول لحضراتكم 1-0، وكتبت كوريا ينقذ الفوز أمام منافس غير مريح. كمان اهتمت الصحيفة طبعا بإيقاف نيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت الألتراس طبعا نيس يهاجمون لاعبي مارسيليا. نروح من أسبانيا لميرور الإنجليزية، طبعا جريدة كبيرة جريدة ميرور اللي ركزت على فوز تشيلسي بديربي لندن وفوزه على الأرسنال 2-0، وكتبت لوكاكو يعني بيشكل المتاعب. الصحيفة تحدثت كمان عن عودة هاري كين للعب زي ما بقول لحضراتكم برفقة توتنهام، ومصير صفقة طبعا يعني توتنهام مع مانشستر سيتي لانتقال هاري كين. وكتبت هاري كين عاد أيضا، وبيب جارديولا يتعهد بتحقيق الصفقة حتى اللحظات الأخيرة. تعالوا نروح من إنجلترا نروح لفرنسا، وجريدة الكيب الفرنسية واللي يمكن اهتمت بإيقاف لقاء نيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي بسبب شجار بين الجماهير واللاعب ديمتري بايت، وكتبت لا يحتمل. صحيفة اهتمت بتعادل طبعا أولمبيك ليون المثير 3-3 أمام كلير مون، وكتبت نهاية خيالية طبعا على مستوى الليجا أو الليجا الفرنسية. نروح للصحف الإيطالية وكوريدي ديل سبورت، لسه في طبعا الصحافة الإيطالية بتركز بشكل كبير جدا على تعادل اليوفنتوس أمام أودينيزي 2-2 في أولى طبعا جولات الدوري الإيطالي، وكتبت يوفنتوس يعني بيقول تعادل هذا مؤلم، يعني اليوفنتوس أكيد بيطمح للفوز ببطولة السيريا أ لكن تعادل 2-2. كمان تحدثت عن فوز روما على فورنتينا 3-1 ونابولي على فينزينا 2-0، وكتبت طبعا يعني إبراهيم بيبدأ ويعني بيصمم بشكل كبير جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم، يمكن اليوفنتوس ووجود يعني كريستيانو رونالدو أمال كبيرة، لكن التعادل المخيب في أول جولات الدوري الإيطالي. لسه في إيطاليا مع توتو دي سبورت اللي ركزت على تعادل يوفنتوس زي ما بقول لحضراتكم 2-2 في بداية الدوري الإيطالي، وطبعا جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، وكتبت كريستيانو رونالدو يعني أصفر ودليلا وديبالا يعني قدم عرض جيد جدا. تشينزي كمان يفسد كما اهتمت بلقاء الميلان وسامدوريا في الدوري. لقاء ميلان وسامدوريا يمكن يعني هيتم انطلاق هذه المباراة خلال يمكن أقل من ساعة، طبعا مهمة جديدة للميلان يطلق مهمة الحصول على لقب الدوري الإيطالي. زي ما بقول لحضراتك المنافسة شديدة جدا في الدوري الإيطالي رغم يمكن لسه احنا بنبدأها، لكن تعادل اليوفنتوس 2-2 الانتر بيفوز النهاردة يمكن خلال ساعة من دلوقتي طبعا هيكون انطلاق أول لقاء للميلان اللي بيسعى جاهدا طبعا بعد الموسم الأكثر من رائع السنة اللي فاتت وحصوله على المركز الثالث وبيشارك في التشامبيونز ليج. كل محب الميلان يعني عندهم أمل كبير جدا إن السنة دي الميلان يحقق طبعا الدوري الإيطالي. زي ما بقول لحضراتكم لسه طبعا عندنا أخبار كتيرة جدا، الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني، لكن كل ده بعد الفاصل مع حضراتكم هنا في المحترف. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف. معانا في الفقرة التانية الناقد الرياضي أشرف فادي، أشرف هنعرف منه أو هنتناقش معاه في حاجات كتيرة جدا على طبعا مستوى التحليل الرياضي بالنسبة لانطلاق البريمير ليج في الأسبوع الثاني. هنتكلم كمان معاه عن الصفقات الترانسفير ماركت اللي حصل لغاية دلوقتي في أوروبا، اللعيبة اللي انتقلت من نادي لنادي تأثيرها الإيجابي تأثيرها السلبي، العوائد المالية، طبعا ده كله كلام مهم جدا من خلال المحترف. وطبعا بنرحب بالناقد الرياضي فادي، منورنا. ربنا يخليك كابتن هاني، بتشرف اني مع حضرتك في قناه النادي الاهلي. حبيبي منورنا يا فادي، وزي ما بقول لك يعني انطلاق طبعا خاصه الدوري الانجليزي، بنركز النهارده على الدوري الانجليزي بشكل خاص انطلاقه والجوله الثانيه. قبل ما نخش في النتائج والرؤيه الفنيه عايز اعرف منك على مستوى الترانسفير ماركت، على مستوى الانتقالات خاصه في الدوري الانجليزي، ايه اهم انت شايف اهم الانتقالات
من خلال طبعا لسه ما اتقفلش باب النافذه لسه ما اتقفلتش، لكن شايف مين اهم الصفقات او اهم الانتقال للاعب في الدوري الانجليزي يكون ليه تاثير ايجابي جدا جدا؟ لا فنيا واضح جدا تاثير روميلو لوكاكو على تشيلسي. لوكاكو لا امبارح لوكاكو بسم الله ما شاء الله شايل الاثنين ماسكينه وبيجري بيهم يعني. لا لوكاكو واضح ان هو كان القطعه الناقصه في تشيلسي توماس توخيل. قدروا ان هم يكسبوا الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، لكن هم ما كانش عندهم المهاجم التارجت التسعه اللي بيطلع الفرقه اللي صحيح. يستلم وظهره للجون ويروح ووشه للجون بعد كده. فواضح جدا تاثير لوكاكو في تشيلسي بشكل واضح جدا. لسه ما شفناش سانشو مع مانشستر يونايتد، لسه ما بانلوش اماره، ونزل شوطين في الشوط الثاني في المباراتين اللي مانشستر يونايتد لعبهم. ماتش ساوثهامبتون امبارح ما كانش بيأدي الاداء المنتظر منه، فاران لسه ما لعبش. لو بصينا في مانشستر سيتي جاك جريليش برده لسه جاب جول، بس هو جول ما كانش فيه يعني هو تابن كمل الكوره يعني، فهو لسه برده جاك جريليش لعيب المهاري الحريف لسه ما بانلوش اماره في مانشستر سيتي. ارسنال صفقاته برده لسه ما قالتش كتير، لكن لو هنتكلم صفقه بقى ممكن الناس مش واخده بالها منها، داني انجز من ساوثهامبتون لاستون فيلا. داني انجز امبارح بيحط جول عالمي سيزر كيك في مباراه استون فيلا امبارح، ومهاجم من المهاجمين اللي هم الانجليزي الكلاسيكال شويه اللي بنتفرج عليهم يقدر يفرق كتير قوي مع استون فيلا السنه دي. طيب بالنسبه للانتقالات يمكن في الانترو او بعض الصحف الانجليزيه مركزه جدا على هاري كين. هاري كين انت عارف طبعا ما بداش المباراه الاولى او في الجوله الاولى وفوز توتنهام على المان سيتي، شارك امبارح وكان يعني نزل في الدقيقه 75، و جارديولا بيتعهد للجماهير المان سيتي ان هو هيكون موجود قبل طبعا الانتقالات او باب الانتقالات ما تغلق. برايك كيف انتقال بمبلغ كبير جدا، اعتقد ممكن يوصل ل 130 مليون يورو، فمبلغ كبير، شايف الانتقال ده ازاي؟ رغبه للاعيب، هل رغبه للاداره بشكل كبير جدا لجارديولا عايز يدعم الخط الامامي بهاري كين؟ طيب لو بصينا الماتش فاينل تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، جوارديولا كان عنده فلسفه ان هو يعتمد على مجموعه من اللعيبه المهاجمين اللي هم مش تسعه صريح، لعيبه الوينجرز المتوظفين في العمق او يتحركوا على الناحيتين. الفلسفه دي اثبتت انها مش كافيه ان هم يكسبوا فريق كان منظم دفاعيا زي تشيلسي. هروح اجيب مهاجم، هروح اجيب هاري كين 22 سنه، عنده خبره طبعا، عنده خبره دوري انجليزي من احسن ثلاث مهاجمين في العالم، مش انا اللي هقيم هاري كين يعني. صح. لكن الرقم المطلوب في هاري كين بالنسبه لسنه يبدو رقم كبير، لكن برضه لازم نبص لنقطه ان توتنهام مجدد عقد هاري كين السنه اللي فاتت 5 سنين، فانت برضه بتشتري عقد ضخم. فهاري كين هو القطعه الناقصه في تشكيل مانشستر سيتي دلوقتي، هو اللي هينقلهم نقله ثانيه خالص، ووجوده يبقوا فريق مرشح رئيسي للفوز بدوري ابطال اوروبا طبعا، وده يبقى الفوز بالدوري الانجليزي، هيبقى المنافسه بينهم وبين تشيلسي واضحه جدا ويونايتد من بعيد شويه يعني. بس من الواضح ان اللعيب كمان عنده رغبه ورغبه كبيره طبعا يعني. لما بتقعد عندك 28 سنه ما كسبتش ولا بطوله كبيره في حياتك، ولا بطوله فعليا، توتنهام ما خدش بطوله من سنين يعني، فلا بتاخد دوري ولا بتاخد تشامبيونز ليج ولا عندك فرصه انك تاخدهم مع توتنهام، وخلاص عندك 28 سنه دي فرصتك الوحيده انك لما تعتزل تقول انا عندي في كاريري عندي 2 دوري وعندي تشامبيونز ليج، فهي دي فرصته. صحيح. لازم كان عنده الرغبه دي. صحيح. طيب هنتكلم كمان على انطلاقه ليفربول، اعتقد انطلاقه قويه جدا بشكل اكتر من رائع بست نقاط، واتكلمنا طبعا على ليفربول اكيد محمد صلاح. كان بالنسبه لك خبر مفاجئ ولا كنت متوقع دوت عدم ارسال طبعا ليفربول لمحمد صلاح خلال الاجنده الدوليه؟ كان بالنسبه لك خبر اتفاجئت بيه ولا كان متوقع؟ اللي كنا فاهمينه ان كان في محاولات ان الموضوع يتحل يعني، لكن وطلب استثناء وكده، لكن واضح ان الموضوع يعني هيبقى صعب الحل، وحتى لو جه هيجي على ماتش الجابون ويسافر هناك على طول لا، لكن واضح ان خلاص ليفربول هيبقى عندنا فيفا ديت في سبتمبر، وفيفا ديت في اكتوبر، وفيفا ديت في نوفمبر، كل فيفا ديت فيهم هنلعب ماتش في مصر، فبالتالي هيبقى ليفربول عنده مشكله. ضيف الى ده ان هو في يناير بره خالص لانه جاي كاس الامم الافريقيه، وضيف على ده ان في ساديو ماني، وضيف على ده ان في نابي كيتا اللي هو بيرجع بيلعب دور اساسي في ليفربول السنه دي، بالتالي ليفربول مش هيبقى مستحمل ان هو يخسر صلاح مع 2 لعيبه تانيين لمده طويله، مع اللعيبه اللاتينيين لعيبه برازيليين برده كان في رفض انضمام فابينيو ورفض الانضمام فيرمينو لمنتخب البرازيل، بالتالي لو هيخسرهم في على الاقل الماتشين اللي بعد من الفيفا ديت يخلص هتبقى ازمه بالنسبه لليفربول، وكان قرار متوقع بالنسبه لي. قرار متوقع، وبعض الناس بتقول لك، يمكن كنت بتناقش مع بعض الناس بيقول لك مش من حق النادي ان هو يعني، وخاصه دي اجنده دوليه، مش من حق النادي يرفض، لكن
طبعا بيتوقف على الفيفا زي ما بقول لك، هو النادي مش من حقه ان هو يمنع محمد صلاح، لكن لظروف طارئه او لظروف طبعا خارج اراده نادي، وبالتالي بيلجأوا للفيفا. حتى النهارده على مستوى اتحاد الكره قال لك احنا نلتمس ونبعت جواب للفيفا. فهل يا ترى ممكن الفيفا يكون عنده مرونه في الحته دي، ولا انت شايف الدنيا صعبه؟ استبعد جدا ان هو يكون موجود معانا في مباراه انجولا الاولانيه، لان هيبقى صعب ان الفيفا تطلع استثناء لحاله زي دي، خصوصا ان الموضوع مش متعلق بالفيفا على قد ما متعلق بالحكومه البريطانيه. هتروح والراجل كده كده لازم هيدخل عزل كارانتين لمده 10 ايام، وهيبقى صعب قوي انك تحصل على استثناء في القصه دي. طيب ان شاء الله كل التوفيق اكيد لمنتخبنا، بس اكيد محمد صلاح لاعب مؤثر ما فيش شك، لكن يعني لازم برضو احنا كمان نتعلم برضو في هذه ان احنا يكون عندنا بدائل لنجومنا. البدائل موجوده، واعتقد الدوري النهارده او السنه دي افرز لعيبه بمستوى عالي، لكن يبقى تأثير محمد صلاح اكيد موجود، لكن من احسن 5 لعيبه في العالم. لكن صحيح. برضو لازم برضو نبص على المنافس اللي احنا بنلعبه وبنلعب منتخبات. طبعا مع كل الاحترام للمنتخبات دي منتخبات قويه، لكن نقدر من غير محمد صلاح نقدر نعمل نتائج كويسه ضده. طيب نخش على الدوري الانجليزي. نتائج الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي، ويمكن هنعرض النتائج او مع حضراتكم ومعاك، ونشوف بالنسبه لك هل كانت في بعض المفاجآت؟ هل زي ما حضراتكم شايفين يعني ليفربول بيفوز على بيرنلي 2-0، استون فيلا الفوز 2-0 على نيوكاسل، كريستال بالاس التعادل مع برينتفورد، ليدز يونايتد والتعادل مع ايفرتون، المان يونايتد والفوز بخماسيه على نورتش سيتي. نكمل الجدول، برايتون 2-0 على واتفورد، ساوثهامبتون 1-1 على مان يونايتد، ولفرهامبتون والهزيمه 1-0 من توتنهام، ارسنال الهزيمه الثانيه على التوالي من تشيلسي 2-0، وطبعا ويست هام يونايتد مع ليستر سيتي لسه بيتلعب دلوقتي. عايز اكلمك يعني على نقطه مهمه جدا، ارسنال من الانديه العريقه في الدوري الانجليزي. الكل كان يتوسم السنه دي انه ممكن يكون في شكل افضل، في يعني وعود بان احنا نوصل للتشامبيونز ليج او نلعب على المربع الذهبي. شفنا اول مباراه طبعا مع فريق صاعد برينتفورد. بالظبط. يعني شايف ارسنال ازاي؟ وانا كواحد بشجع ارسنال من سنين. طيب. يعني بس لا، واضح ان في المشكله، يعني في كذا مشكله. ستان كرونكي المالك النادي مش هيصرف، وده امر واضح جدا، ولما صرف ارتيتا قرر ان هو ال 200 مليون اللي كانوا متاحين له السنه دي هيبني بيها عمود فقري الفريق لعيبه شباب. اذا كان بقى ارون رامزديل كحارس بديل لبيرند لانو، اذا كان في قلب الدفاع بقى من السنه اللي فاتت بابلو ماري، وبعد كده سامبي لوكونجا في نص الملعب، ومارتن اوديجارد، ويعني ارسنال عمل 6 صفقات السنه دي كلها لعيبه شباب. ما فيش لعيب يصنع الفرق بشكل مباشر، مش زي ما هاري كين هيروح مانشستر سيتي هيفي معاهم بكره الصبح. لا، هي لعيبه هتاخد وقت، وارتيتا عنده مشروع، بس المشروع يعني لازم هتكسب شويه وانت بتبني وهتخسر شويه، لكن ما ينفعش تخسر على طول وانت بتبني. وبرده الجدول كان ظالم جدا بالنسبه لارسنال ان هو يفتح مع برينفورد. كان ماتش المفروض يكسبه، لكن تشيلسي وبعد كده مانشستر سيتي، بالتالي الفيفا ديت هيخلص وانت معاك 0 نقط. خلينا نكون صراحه يعني، وهتسبب ضغط كبير جدا على ارتيتا، فدي هتبقى مشكله كبيره. لكن المشروع هل هو ماشي على طريق سليم؟ دي حاجه ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، لان اي مشروع بتبص عليه ماشي على طريق سليم بيبقى فيه بعض النتائج على الطريق، لكن النهارده اصلا مفيش نتائج على الطريق، في مزيم الهزائم. وحتى صراحة جرانيت شاكا النهارده ان احنا اللعيبه متماسكه، تصريحات مش فرق اللي ممكن تنافس على وصول لدوري ابطال اوروبا او دوري اوروبي، لا، تصريحات فريق خلاص ارسنال ارتضى الوضع ان هو لسه الدوري طويل، يعني لسه احنا في الجوله الثانيه والاسبوع الثاني لسه، لكن زي ما بيقولوا يعني الجواب بيبان من انه بالظبط كده، الامور بتبان. مفيش لعيب في الملعب تحس ان هو عنده صناعه الفريق. حتى بوكايو ساكا اللي هو كان حاطين عليه الامل يعني كمشجعين لارسنال السنه دي، طبعا بعد المشاكل اللي حصلت بعد اهداره لضربه الجزاء مع انجلترا في اليورو، واضح ان هو كمان راجع مش نفسيا احسن حاجه يعني. طيب نيجي لفوز ليفربول، الفوز الثاني على التوالي، واعتقادي ان انطلاقه جيده جدا لليفربول، مباراتين بست نقاط بيأدوا بشكل بيرجعنا للسيزون اللي قبل اللي فات، وبنشوف ان ليفربول قادم بقوه. ليفربول عمل حاجه جميله جدا انا بحبها، ان هم بعد موسم مخيب ما هدوش المعبد. صفقات قليله جدا، بطعم في الحتت اللي انا محتاجها، حافظت على معظم لعيبتي باستثناء يعني فاينالدوم هو اللي مشي، ورجع لك فان دايك ده كانه صفقه جديده يعني،
وطبعا فرق كبير جدا في خط الدفاع. بالتالي بدايتهم فريق ثابت جدا، فريق متجانس جدا، دي تفرق جدا في بدايه السيزون، انه فريق متجانس، مش الصفقات اللي تتعود على بعض، لا هو نفس الفريق، رجع له فان دايك كقائد للدفاع، مع رجوع ماني بالذات جزء قريب من مستواه اللي كان فاقده السنه اللي فاتت، مع وجود صلاح بنفس المستوى اللي قدمه السنه اللي فاتت، كان مستوى هايل، يفرق كتير قوي مع ليفربول، خصوصا كمان لو فيرمينو ابتدى جاب الفورم بتاع البري سيزون وكمل فيه، هتفرق جدا مع ليفربول. على فكره بقيت كلامك، لان كمان يورجن كلوب كان بيتكلم على الصفقات الكبيره اللي بتحصل في الانديه، طب ليفربول فين من هذه الصفقات؟ فقال لك احنا مش محتاجين لهؤلاء اللاعبين بشكل كبير، فعوده الاصابات مع وجود اللعيبه الموجوده عندي ممكن نشتغل بشكل قوي جدا، وده يمكن اللي بان من خلال الاسبوعين اللي فاتوا، والارقام حتى المباراه احصائيا بتقول ان يمكن كان في تفوق واضح لليفربول من حيث الاستحواذ، من حيث التصويب على المرمى. عندك ليفربول صوب 23 تصويب على المرمى مقابل 9 لبيرنلي، بنتكلم على العرضيات 20، بنتكلم على الركنيات 8. فالارقام كمان فادي بتقول ان ليفربول لا بيستعيد رونقه وجاذبيته، يمكن اللي كانت الموسم اللي قبل اللي فات. والفرجه كمان على ماتش واضح ان ليفربول مسيطر وبدون مجهود ضخم ان هو يسيطر على خصمه قدامه، بعكس السنه اللي فاتت كان ليفربول بيعاني قدام الفرق زي بيرنلي وخصوصا في انفيلد، لكن المره دي في انفيلد وبحضور جمهور كامل يعني بيسيطروا بمنتهى البساطه وبيحطوا جولين واتلغى لهم ثالث، فالدنيا كانت بسيطه جدا بالنسبه لهم. طيب هنيجي على المان سيتي. المان سيتي يمكن التعثر في اول جوله والخساره من توتنهام، واعتقد خساره مستحقه، توتنهام كان بيقدم مباراه اكثر من رائعه، رجع بقوه والفوز بخماسيه. شايف من ان السيتي يعني دايما السيتي خلي بالك في مواقف كتيره جدا كان بيتراجع وبعدين بيمسك الجدول، نفس اللي حصل السنه اللي فاتت بالظبط. هو سيتي حتى السنه اللي فاتت قلنا مع نوفمبر وديسمبر قلنا خلاص سيتي مش صعب قوي ياخد دوري السنه دي، لكن انطلاقه هايله وكونسيستنسي ومكاسب ورا بعض قدر ان هو ياخد الدوري بمنتهى السلاسه يعني في نهايه البطوله. لكن السنه دي التهديدات قدام سيتي كتير، طبيعي ان سيتي هيكسب نورويتش، طبيعي ان سيتي هيكسب كل الفرق، لكن لما تيجي تلعب فريق من الخمسه الكبار واولهم كان توتنهام اللي هو اقل واحد فيهم هتعاني، هتروح تلعب تشيلسي هتعاني، هتروح تلعب ليفربول هتعاني، هتلعب مانشستر يونايتد هتعاني. فبالتالي واضح ان جوارديولا خلاص هو دلوقتي بقى يعني زي ما نقول ايه في الحته اللي في النص، لازم يدعم الجزء الاخير اللي هو هاري كين عشان يقدر ان هو المباريات اللي زي دي هيخلصها، لان عايز هاري كين يخلص لك ماتش زي بتلعب مانشستر يونايتد، بتلعب ليفربول، بتلاعب تشيلسي، لعيب زي هاري كين هو اللي بيخلص لك الماتشات. طيب هنشوف معاكم تصريحات يورجن كلوب طبعا المدير الفني لفريق ليفربول، وبعد فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الناقد المتميز فادي اشرف. Fest today, whatever football fest I want to call it, to this game. بيرنلي سبب لنا المتاعب بطريقة اللعب المفتوح وما إلى ذلك، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. المباراة كانت اختبارا صعبا لقلب الدفاع لدينا، واجتازه فيرجيل فان دايك ورفاقه بنجاح. هناك منطقة رمادية يجب التأقلم معها خلال الموسم، وهناك طرق جديدة للعب. أهلا بحضراتكم مرة تانية. فادي قبل يمكن الفاصل كنا مع حوار يعني اللي قاله يورجن كلوب على فوزه وعلى التوالي مباراتين، فقال ادينا مباراه جيده لكن لسه المشوار طويل. هل لسه المشوار طويل بالنسبه للارسنال؟ واحنا بنتكلم معاك دلوقتي على مباراه الديربي، ديربي لندن ما بين الارسنال وتشيلسي. شفت المباراه ازاي فنيا؟ يعني واضح قوي الفرق بين الفرقتين. تشيلسي اكتسح من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، واضح قوي ان كان يعني ارسنال لا حول له ولا قوه قدام تشيلسي يعني. ف لا الطريق لسه طويل قوي الارسنال، وهيبان بعد الفيفا ديت خصوصا بعد مباراه مانشستر سيتي، اكيد يعني مش نسبه كبيره ارسنال اكيد مش هيعمل نتيجه كويسه قدام مانشستر سيتي، هيبان الشكل بالنسبه لارسنال. لكن كمان بالنسبه لتشيلسي واضح جدا ان هو جاي ومنافس قوي جدا على البريمير ليج السنه دي. كمان المباراه ديت شهدت يمكن لوكاكو ما كانش اشترك في المباراه الاولى لتشيلسي، لكن الاصداء اكتر من رائعه. انتقال طبعا لوكاكو من الانتر لتشيلسي كان ليه ضجه كبيره جدا جدا، مبلغ كبير صرفه لتشيلسي، لكن من الواضح ان زي ما انت بتقول
حتى على مستوى يعني على مستوى التعليقات الفنيه لبعض النقاد هناك في الانجليز بيقولوا ان يمكن ديت لو على طريقه البازل كده بيقول لك دي القطعه اللي هتكمل الشكل الاجمالي لفريق تشيلسي بشكل كبير جدا. تشيلسي ليه عانى في الدوري السنه اللي فاتت؟ لان كان الثلاثه اللي ورا المهاجم بقى سواء بيلعب حكيم زياش سواء بيلعب كاي هافرت سواء بيلعب ميسون ماونت سواء اي حد بيلعب هايلين، جولو كانتي وجورجينيو هايلين، خط دفاع متماسك جدا. كانت المشكله طول تيمو فيرنر، تيمو فيرنر لعيب هايل لكنه بيضيع فرص كتير جدا جدا جدا. جه لوكاكو هيحل لك المشكله دي كلها ويخليك تستفيد بتيمو فيرنر في الاماكن الثانيه في الملعب. تيمو فيرنر لعيب سريع ولعيب مهاري ولعيب يقدر يعدي في مواقف كتيره، تقدر تحطه على الوينج ويقدر يساعد لوكاكو كمان كشادو سترايكر. لكن لوكاكو هو ده القطعه الاخيره، ده القطعه الناصر، ده اللي يخلي تشيلسي قوه صعب جدا ان اي فريق في البريمير ليج يوقفها السنه دي. هيكون طبعا اكيد المنافسه هتبقى قويه جدا جدا بالنسبه لتشيلسي اللي كل الناس بتتكلم حتى على مستوى النقد انه بيقولوا من اقوى الفرق الموجوده على مستوى العالم مش في البريمير ليج بس. تعالوا نشوف برضو تصريحات المدربين. انت عارف طبعا توخيل طبعا، وانا في رايي توخيل من اول ما راح يمكن تشيلسي وعمل شكل جديد وعمل زي ما بقول لك كده في اعتقادي الشخصي عمل طفره كبيره جدا جدا على مستوى الطموح الجماهير، على مستوى الاداء الفني، على مستوى الانتدابات واللعيبه اللي جابها بشكل اكتر من رائع. نشوف مع حضراتكم توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي قال ايه بعد الفوز على الارسنال 2-0. Well, it was a very good start. Of course, it's the best thing when your striker scores straight away. إنها بالتأكيد بداية جيدة لروميلو لوكاكو. أفضل شيء أن يسجل المهاجم مباشرة هدفا هاما يضعك في المقدمة. كانت هناك شراكة جيدة بين لوكاكو وميسن ماوت وكي هافرتس، منحت الفريق ميزة ستساعده على اللعب بصورة مباشرة. ليس بالإمكان وصف مباراة في الدوري الإنجليزي بأنها مريحة، ربما يجعلني تسجيل هدف ثالث أكثر ارتياحا. أعتقد أننا نستحق النصر رغم أننا لعبنا ببطء في الشوط الأول ولم نكن بالدقة والحيوية التي أردتها، بل وارتكبنا بعض الأخطاء أيضا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. علي أكفادي، توخيل عمل فرق رهيب جدا في تشيلسي. توخيل كانت الناس لفتره حطاه عباءه خليفه يورجن كلوب، كان هو ابتدى يطلع زي ما نقول كده ازدهر بكوره مختلفه عن كوره يورجن كلوب، لكن هو برضو عنده بعض المبادئ التكتيكيه، الاستحواذ، الضغط السريع جدا، نفس المبادئ بتاع كلوب، لكن هو بيضيف لها عناصر جديده زي ان انا يبقى عندي مهاجم تارجت، دي حاجه مثلا مش موجوده في فلسفه يورجن كلوب ككوره يعني. فبالتالي توخيل انا يعني دلوقتي برضو مش احنا اللي هنقيم، لكن برضو لما بقول مدرب كسب دوري ابطال اوروبا بعد حوالي 5 أو 6 شهور من تولي المهمه، فاحنا بنتكلم على مدرب يقدر ان هو يبني فريقه وفي نفس الوقت يعمل بيه نتائج سريعه جدا، ودي حاجه هتبقى متقدره جدا في الفرق الكبيره خصوصا لما تشيلسي كان بيعاني في الفتره الاخيره. صحيح صحيح. طيب على مستوى طبعا تشيلسي عندها اداره فنيه اكتر من رائعه، لكن على مستوى الارسنال والهزيمه الثانيه على التوالي في بدايه البريمير ليج، ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال قال ايه بعد مباراته وخسارته 2-0 في الديربي اللندني. آمل أن يتحسن الوضع بعد عودة اللاعبين من الإصابة. سيحتاجون لوقت لاستعادة مستواهم لأنهم لم يلعبوا بشكل تنافسي لفترة طويلة، وسيختلف الوضع كليا وسنرى فريقا ومستوى جيدا آخر. الفريق قام بمحاولات متواصلة في الشوط الثاني ولم يستسلم أبدا، وكان أداؤه استثنائيا، ومن المؤسف أن نتكبد هزيمة على الأرض بهدفين دون مقابل ضد تشيلسي، لكننا وصلنا الكفاح حتى النهاية. طبعا يا فادي تعليقات انت قلت عليها يعني مش تعليقات، حتى مدير فني واثق من نفسه، واضح جدا عملية الإحباط، واضح جدا ان هو تحت الضغط، تحت ضغط كبير، تحت ضغط طبعا. هو اتكلم على اصاباته وبيتكلم انه بيوعد المباراه اللي جايه يكون في عرض افضل ونتائج افضل. يعني مربي اللي هيرجع من الاصابه، اوباميانج لعب فتره من مباراه تشيلسي ما قدمش المستوى المأمول منه واللي مكمل معاه من السنه اللي فاتت. توماس بارتي نفس المشكله، نفس السنه اللي فاتت ما كانش فيه برضه خالص. ممكن يعني رجوع مارتينيلي للمستوى بقى اللي هو كان فيه قبل الاصابه الاخرانيه ممكن هي تفرق مع ارسنال شويه السنه دي.
طيب نسيب الأرسنال ونروح للمان سيتي. المان سيتي طبعا يعني بعد التعثر في المباراة الأولى أمام توتنهام بيرجع بقوة وبخمسة أهداف أمام نورث سيتي. شفت المباراة إزاي وأهم الإيجابيات اللي ممكن يستفيد بيها طبعا المان سيتي في خلال الدوري الإنجليزي في الجولات اللي جاية؟ رد الفعل واضح أنه كان قوي جدا، ودي اللي بتبين أن ده فريق كبير. لكن برضو زي ما قلنا هتبقى مشكلة لسيتي قدام أي فريق كبير. هم يقدروا نورويتش، هيقدروا يكسبوا نورويتش، فريق لسه صاعد هيكسبوا خمسة عادي جدا، هيروحوا يلعبوا كل الفرق اللي هي لحد التوب 6 هيكسبوها. لكن بعد كده هيعانوا جدا لو ما دعموش خط الهجوم بتحديد. خلاص هاري كين، احنا خلاص احنا كلنا بنحلم نشوف هاري كين فريق ده. انا راجل بحب الكوره، اشوف هاري كين مع الفريق ده هيبقى عامل ازاي، يعني هيبقى شكل مختلف تماما يعني. طيب تمام، تعالوا نشوف كمان جارديولا المدير الفني للمان سيتي قال ايه بعد الفوز الكبير على نورتش سيتي 5-0. There's always the consequence how many good things we have done. Still we are not in our top. Still we need many things to do. هذا النصر هو نتاج للعديد من الأعمال الجيدة التي قمنا بها. لم نبلغ بعد قمة عطائنا ونحتاج لإصلاح نواحي متعددة. جابرييل جيسوس يمر بأفضل لحظات مشواره. إنه إنسان لا يشتكي أبدا، إذا لعب لخمس دقائق فإنه يقدم أفضل أداء ممكن ولا يعبر عن سخطه، ويحترم زملائه وكذلك يحترم قراراتي. جابرييل جيسوس سعيد باللعب في الجانب الأيمن أو في وسط الملعب أو في الجانب الأيسر. لعب مع كيل ووكر وكان أداؤه استثنائيا، وأنا سعيد جدا بأدائه وبمساهمته بتسجيل الأهداف مع الفريق. أهلا بحضراتكم مرة تانية. فادي تعليقك. جوارديولا على طول واثق من نفسه، على طول متماسك، على طول عارف ان هو مش تحت ضغط كبير. ضغط هيبان عليه لما نخش في المراحل لسه في المراحل، لما يبقى موقفه في دوري ابطال اوروبا مهدد. السنه دي هو لو ما خدش دوري ابطال اوروبا، يعني هي السنه اللي فاتت كانت فشل، والسنه اللي قبلها كانت فشل، والسنه اللي قبلها بالذات، السنه اللي فاتت بالذات كانت سيئه جدا. ان هو يغلط غلطات رهيبه من ناحيه التكتيكيه في ماتش الفاينل قدام تشيلسي، فبالتالي هو برده مش شاعر بالضغط. وطبعا زي ما قلت لحضرتك، وجود هاري كين هيغير معالم الفرقه دي تماما بشكل طبعا يفوق اضعاف مثلا ما لوكاكو غير تشيلسي. صحيح، الضغط جاي لسه طبعا. احنا طبعاً في الجوله الثانيه عايزين برضو نشوف ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجوله الثانيه، نشوفه مع حضراتك واخد تعليق سريع جدا على ترتيب الجدول، مع ان لسه بدري طبعا. لكن مهم جدا للتوب تيمز ان هم البدايات دايما بتكون قويه جدا من خلال ترتيب الجدول. طبعا تشيلسي في المركز الاول 6 نقاط، ليفربول 6 نقاط، برايتون طبعا ده مفاجاه لكن اعتقدش انها تستمر في يعني. البدايات الموضوع كله يعني ده كده يقول لك ان فريق ده ممكن يفنش 13 او 14 يعني. صحيح. توتنهام في المركز الرابع ب6 نقاط، المان يونايتد 4 نقاط في المركز الخامس، ايفرتون 6، بيتفورد، مان سيتي، ويست هام، استون فيلا، ليستر، واتفورد، ساوثهامبتون، كريستال بالاس، ليدز، فولف، بيرني، نيوكاسل، أرسنال. والأرسنال في المركز 19 بعدد 0 من النقاط، ونوريتش سيتي نفس الموقف بالنسبة للأرسنال. طبعا ما يعني هتبص للجدول أكيد عينك هتقعد الأرسنال في المركز طبعاً. قبل الأخير يعني لو كنت فعلا قدرت تاخد نقط مباراة برينتفورد كانت تفرق معاك جدا بالفيفا ديت، لأن أنت عارف أن عندك تشيلسي ومانشستر سيتي في أول 3 جولات مش هتاخد منهم نقط. بالتالي الشكل هيبقى سيء جدا. ارسنال هيفضل في المركز ال 19 او ال 20 من نهايه الجوله الثالثه وبدايه الفيفا ديت. ضغط كبير جدا على ارتيتا، ضغط كبير جدا على اللعيبه. فواضح كده ان ارسنال السنه دي فكره انك تدخل في الستة الاول هتبقى صعبه قوي. طيب. السابع الثامن في نفس الرينج بتاع السنه اللي فاتت يعني. طيب معانا فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع مع ضيفنا فادي ونتكلم على الدوري الاسباني. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بيك مره تانية فادي، موجود معانا النهارده ومنورنا ومشرفنا يعني. ربنا يخليك. تاني نتكلم على الدوري الاسباني. الدوري الاسباني قبل ما نروح للنتائج عايز اعرف خروج ميسي من الدوري الاسباني، الصراع الثلاثي ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبرشلونه، انت شايف الصراع ده سيدوم ولا هيكون صراع منفصل ما بين اتلتيكو مدريد والريال بغياب ميسي عن برشلونه؟ مش الصراع منفصل، هو هيفضل طول عمر ريال مدريد وبرشلونه هيفضلوا ينافسوا، بس هي نهايه
ان ريال مدريد وبرشلونه بخروج رونالدو يعني من 3 سنين وخروج ميسي السنه دي خروجوا من مصاف الفرق غير الطبيعيه للفرق المنطقيه اللي يقدر اي فريق ينافسها زي اتلتيكو مدريد تحديدا. فبالتالي خلاص المنافسه بقت طبيعيه واتلتيكو مدريد عنده افضليه لان هو فريق جماعي جدا واتضح كمان من اول جولتين برشلونه وريال مدريد هيعانوا قوي السنه دي وهيخسروا نقط كتير. فبرضه زي السنه اللي فاتت هيبقى الموضوع عند اتلتيكو، هل اتلتيكو هيقدر يتماسك ويكمل المنافسه للاخر زي ما عمل السنه اللي فاتت ولا ممكن الموضوع يقع منه في النص؟ لكن سيميوني والفريق اللي هم كونوا انا بشوفه حتى جماعيا اقوى كتير قوي من فريق برشلونه واقوى كتير من فريق ريال مدريد. اقوى على المستوى الجماعي يعني جماعي. المستوى اذا كان دفاعيا او هجوميا. بالظبط دفاعيا هم اقوياء جدا، هجوميا بيقدروا يخطفوا يعني شفنا ماتشين 1-0 انخل كوريا برضو يعني بطريقه هايله حط جونين. وبعدين عنده حلول زي لويس سواريز، عنده حلول في نص الملعب لعيبه قويه جدا كوكي ساول نيجاز لعيبه، وطبعا وجود جواو فيليكس فرقه جماعيا اللعيبه دي كلها مع بعض بتعمل شكل قوي جدا لاتلتيكو مدريد. مش اكتر فرقه تحب تتفرج عليها لكنها فرقه متماسكه جدا دفاعيا وهجوميا بتقدر يعني فرقه افيشنت جدا. صحيح، ويمكن هنشوف نتائج الجوله الثانيه يمكن زي ما قلت يمكن بعد تفوق برشلونه في الجوله الاولى وكمان ريال مدريد في الجوله الاولى الاثنين بيرجعوا يخسروا او يخسروا نقاط بمعنى التعادل في الجوله الثانيه. ريال بيتيس 1-1 امام قادش، ديبورتيفو الافيس والخساره من ريال مايوكا 1-0، غرناطه 1-1 مع فالنسيا، اسبانيول 0-0 فيا ريال، اتلتيكو بالباو التعادل 1-1 مع برشلونه، وريال سوسيداد التعادل مع رايو الفوز 1-0 اتلتيكو مدريد والفوز 1-0 على إلشي، ليفانتي والتعادل المثير امام ريال مدريد 3-3، جيتافا امام سيفيليا وده هيكون النهارده الساعه 8، وكمان لسه اسونا وسيلتا فيجو. لكن زي ما بقول لك رغم تالق برشلونه في المباراه الاولى الفوز 4-2 كذلك تالق ريال مدريد والفوز 4-1 لكن تعثر في الجوله الثانيه والتعادل هيفرق كتير قوي مع برشلونه السنه دي لو جريزمان ابتدى يجيب على الاقل نص المستوى اللي كان فيه من مع اتلتيكو من 3 سنين. فرق كبير قوي، انت دلوقتي بتتفرج على الثلاثه قدام بالنسبه لبرشلونه مفيش اي حد بيقدر يمثل خطوره الا ممفيس ديباي. ممفيس ديباي جريزمان بعيد جدا، بقيه الفريق بعيد جدا، بوسكيتس السن بان عليه، الزمن بان عليه جدا، بيخسر الكوره. ما كانش بوسكيتس اللي يقدر يخسر كوره في نص الملعب بالشكل ده، ما تعودناش كده من بوسكيتس. خط الدفاع يعني بوجود بيكي الشكل ما هواش متماسك قوي، بخروج بيكي كمان الاصابه في ماتش اتلتيك بالباو بان الفرق اكتر، وبان يعني لعيبه سريعه زي انياكي ويليامز واخوه نيك ويليامز اللي نزل. لا واضح جدا برشلونه هيعاني جدا قدام اي فريق عنده ملكات هجوميه فرديه حتى على الاقل هتقدر تعمل مشاكل كبيره قوي لبرشلونه. ريال مدريد الناحيه الثانيه برضه على مستوى الاداره الفنيه كومان يعني رونالد كومان يمكن على الاداء الفني والراجل طبعا الله يكون في عونه يعني هو جه في ظروف صعبه جدا وخروج ميسي، لكن شايف ان ممكن الحلول تكون من خارج في ماركاتو، في ممكن نجم يضيف لبرشلونه يديله قوه على الشكل الهجومي منتظره. انت عارف طبعا الماركاتو هيخلص يوم 31 لا وبالوضع المالي اللي هم فيه هيبقى صعب قوي ان هم يجيبوا لاعب تاني، لكن هو بالنسبه لهم الصفقه بالنسبه لهم تبقى اجويرو. اما اجويرو يرجع من الاصابه هيظهر شكل جديد، اجويرو مع ديباي في الحته اللي قدام تفرق كتير قوي مع برشلونه، لكن برضه تظل المشكله في نص الملعب والدفاع. بوسكيتس كبر جدا، دي يونج بيحاول بس بيحاول لوحده. خط الدفاع سيء جدا، سيرجينيو داست مثلا بيحاول من الناحيه اليمين، الناحيه الثانيه مفيش الدعم الكافي، فبالتالي برشلونه هيعاني. تعال نشوف رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونه قال ايه بعد التعادل مع اتلتيكو بالباو 1-1. Sí, es verdad, porque tampoco me gusta siempre hablar del mismo. أؤمن أن الخصوم يخشون دائما اللعب عندما يكون ميسي على أرض الملعب. ندرك أن ميسي عندما يستلم تمريرة فإنه لا يهدر حيازتها كما رأينا في الشوط الأول. ديباي لاعب ممتاز وهذا السبب الذي دفعنا لجلبه. تأقلم بسرعة وسجل هدفا رائع ولم ينجح للأسف في تسجيل الهدف الثاني، لكنني أؤمن بصورة عامة أنه تأقلم بسرعة كبيرة مع أسلوبنا في اللعب. أهلا بحضراتكم مرة تانية. فادي تعليقك سريعا على قالوا كومان والتأقلم السريع اللي بيتكلم عليه بالنسبة لمنفس. يعني أنا برضو راجل بحب منتخب هولندا وبتابع منتخب هولندا على طول، ومنفس من اللعيبة
ما كانش موفق خالص في مانشستر يونايتد، لكن بعد كده لما راح ليون انفجر هناك، وهيكمل في برشلونه وهيبقى هو نجم برشلونه الاول السنه دي في المنطقه الهجوميه. لكن هو محتاج برضه مزيد من التوفيق. كانت له كوره بعد الجول اللي حطه في بلباو، لو كان طوعته فيها يعني كان 2-1 ورجعوا بالثلاث نقط من بلباو، ملعب صعب جدا سان ماماس، كانت هتفرق معاه جدا. لكن هو مع رجوع اجويرو كمان هيبان اكتر. طب تعال نشوف ترتيب بعد الجوله الثانيه بالنسبه للدوري الاسباني وترتيب الجدول، ونشوف يمكن الصراحه هيكون فين، مع ان لسه الدنيا بدري شويه. لكن في المركز الاول يمكن الوحيد اللي اتلتيكو طبعا مدريد نتيجة مباراتين بست نقاط، يلي ريال مدريد 4 نقاط، برشلونة 4، فالنسيا 4، ريال مايوكا 4، إشبيليا بكلم 3 نقاط، ريال سوسيداد 3، أتلتيكو بلباو بنقطتين، عندك كمان كاديز بنقطتين، فيلريال نقطتين، بنتكلم على فانتي، ريال بيتيس، غرناطة، إسبانيول، أوساسونا، إليشتي، وسيلتا فيجو، ختافي، ألبيس، وفي الآخر نادي ريو. اكيد في اعتقادنا يعني كل الدوريات بتمشي زي ما انت قلت. الدوري الاسباني السنه اللي فاتت كان متفوق لاتلتيكو مدريد بفرق كبير، ولكن مع الاسابيع الاخيره كان في ضغط كبير جدا برشلونه وريال مدريد. البدايات دي بتفرق يعني، هل البدايات بعد الجوله الثانيه تفرق في الدوريات اللي زي اسبانيا بالذات؟ مش بنتكلمش على الدوري الانجليزي، انت ممكن في انجلترا تضيع نقط في اي ماتش، لكن في اسبانيا في ماتشات لازم تاخدها. نقطتين ضيعهم برشلونه قدام اتلتيكو بلباو منطقيين، لكن نقطتين اللي ضاعهم ريال مدريد قدام ليفانتي صعبين جدا. المباراه كانت مباراه مثيره جدا، مباراه جميله ومثيره جدا، لكن انت كفريق كبير لازم يبقى عندك زي ما بيقولوا كيلر انستنكت، خلص الماتش. صحيح. اتقدمت واحد، روح حط الثاني، روح حط الثالث، ما تستناش يحط يجي فيك واحد والثاني، فتقوم متعادل، فتقوم الفرقه الثانيه تقوم جايبه فيك جول ثالث، فتقوم انت متعادل وخلاص. حارس مرمى اتطرد وهم ما عندهمش تبديلات، والراجل اللعيب واقف جون، شوت. المدافع بقى حارس مرمى شوت، العب كورسات يعني، استغل الميزه اللي عندك انك تحط اللاعب اللي واقف جول ده في مواقف هو مش متعود ان هو يتحط فيها. لكن من ساعه ما اطرد حارس مرمى ليفانتي لحد ما انتهت المباراه ما فيش تسديده اون تارجت بالنسبه لريال مدريد، فبالتالي نقطتين مش من السهل تعوضهم. هتستنى بقى برشلونه يقعد قدام فرقه زي ليفانتي، زي كادش، زي فرق اللي هي بتاعت النص. لسه الدوري طويل، ويمكن زي ما بقول لك ان واضح ان اتلتيكو مدريد كمان يعني مصمم على طبعا الحصول على هذه البطولة والحفاظ على اللقب. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نناقش مع ضيفنا قضية النهاردة في المحترف، الفار في أوروبا كيف يدار وإلى أين سيصل. أهلا بحضراتكم في آخر فقراتنا في المحترف، وزي ما قلت لحضراتكم يعني احنا في المحترف دايما بنتكلم على الدوريات، على النتائج واللاعبين والانتقالات وشكل الدوريات، لكن عندنا كمان قضيه النهارده. قضيتنا هتكون الفار، الفار في اوروبا. الفار في اوروبا يمكن من 3 سنوات الفيفا اعلن استغناب تقنيه الفار في 2018 للبطولات الكبرى في اوروبا وعلى مستوى العالم. عايزين نعرف الناس دي اشتغلت ازاي، الفار عباره عن ايه، تقنية الفار أو التكنولوجي في كرة القدم قد إيه بيساعد. يمكن التكنولوجي قبل كده كانت موجودة قبل الفار حاجات كتير جدا بيعتمد عليها المدربين في الإحصائيات، في حتى على المستوى البدني، لكن التكنولوجيا داخل الملعب يمكن هو ده كان في 2018 ودخول الفار لمجال كرة القدم العالمية. مراجعات يمكن الفار من خلال الفيفا بيقول في أربع حالات ممكن يرجع فيها الحكم للفار. أنا برضو بالترتيب أقولها لحضراتكم سريعا، هدف يعني احتساب هدف من عدم وجود هدف، ركلات الجزاء، البطاقة الحمراء يعني يمكن لحكم العودة لتقنية الفار لو يمكن في لاعب يستحق كارت أحمر ممكن يكون في غلط إدى كارت مختلف أو للاعب مختلف ده بيرجع فيها للفار، وتحديد اللاعب الحاصل على الانذار ده كان مهم جدا. يعني في 4 حالات ممكن الحكم يرجع فيها للفار، لكن ازاي الناس في اوروبا بتشتغل بتقنيه الفار؟ في بعض الناس وبعض الخبراء بيتكلموا انه بيقولوا ان الفار قلل شويه من اطاره او متعه كره القدم، في ناس بتقول لا بيحقق الى حد كبير عداله تحكيميه وبيدي كل واحد حقه. ده هنعرفه من خلال طبعا ضيفنا النهارده فادي اللي مشرفنا. رأيك سريعا في موضوع التكنولوجيا عامة والفار في أوروبا والناس بتستخدمه بشكل احترافي بشكل كبير جدا. في الأول كان في الديبيت بتاع هيقلل من متعة الكرة، لكن دلوقتي الفار نفسه بقى جزء من متعة الكرة. صحيح.
لحظة الانتظار طبعا طبعا بتبقى سيئة جدا لما فريق انت بتشجعه يجيب جول وتستنى اذا كان بقى جول صحيح ولا لا، لكنها اضافت كتير قوي للمتعة بجانب طبعا اضافتها للعدالة بجزء كبير جدا لكرة القدم. بالتالي يعني بعد 3 سنين اصبح شيء لا يمكن الاستغناء عنه في ملعب الكورة في اوروبا. صحيح. في اوروبا يعني. صحيح. عشان نعرف اكتر كمان معانا عبر زوم من اسبانيا، هيجينا لكن مهم جدا يكون معانا حكم على مستوى عالمي، معانا حكم على مستوى اوروبي اكتر من رائع، حكم الشامبيونز ليج، حكم حتى ليا شخصيا في ربع نهائي الشامبيونز ليج امام بايرن ميونخ. معانا من اسبانيا اوريس ماير، واحد بقول لحضراتكم من اشهر الحكام في تاريخ كره القدم الاوروبيه، كان حكم في النهائي الشهير لدوري تشامبيونز ليج 2002 ما بين ريال مدريد وما بين ليفركوزن الالماني، حكم في كل البطولات العالميه الكبرى منها كاس العالم 98 و2002، كمان حكم بطولة أوروبا في 2000 و2004، ومحلل شهير جدا على مستوى التحكيم في التلفزيون الألماني. وزي ما بقول لحضراتكم يعني كان ليا كمان يعني كان متواجد كحكم ساحة في مباراة في الشامبيونز ليج كانت تجمع ما بين كازلاوتن وما بين طبعا باير ميونخ، وكنت موجود في الملعب. الحكم أوريس ماير هير ماير شون آبن، برحب بيك في قناة النادي الأهلي. تحياتي لكم، سعيد جدا بوجودي معكم، اهلا وسهلا. احنا سعداء بوجودك معنا، حكم كبير على المستوى العالمي. كنا بنتكلم على تقنيه الفار ودخولها لعالم كره القدم رسميا من خلال الفيفا في 2018. رؤيتك العامه للفار، هل فعلا الفار يعني اخذ من متعه كره القدم بشكل كبير او بيحقق عداله كامله، ويعني كره القدم مع الفار بقى ليها رونق خاص؟ بكل تأكيد من وجهة نظري بالعكس، قد أثر على متعة كرة القدم، وكنت وما زلت أنتقد تقنية الفار، فقدت كرة القدم متعتها من وجهة نظري، وفي مباريات كثيرة كنت غير سعيد وغير راضي عن تقنية الفار وعن القرارات التي اتخذت طبقا لتقنية الفار ولم تكن بوضعها الصحيح وترجمتها بالشكل الصحيح. بكل تأكيد صحيح. يمكن كمان عايز أسأله، هل الفار من دوري لدوري بيختلف؟ هل يختلف الفار مثلا في الدوري الإنجليزي عن الدوري الأسباني؟ هل في الدوري الإنجليزي يكون للفار وحده هو صاحب القرار لضربات الجزاء مثلا؟ يختلف تقنية الفار أو البروتوكول الفار نفسه بيختلف من دوري إلى دوري؟ بكل تأكيد فعلا هناك فروق أو فرق كبير بين الدوريات، لاحظت ذلك بكل تأكيد، رأيت ذلك بالفعل ولاحظته في الدوري الفرنسي على سبيل المثال، والدوري الإنجليزي والدوري الألماني ودوريات كثيرة. وهذا يرجع إلى وضع الفار والتقنية والكاميرات في الملاعب ما بين الدوريات وتدريب الحكام عليها، ويختلف ذلك من دوري لدوري ومن مستوى وجودة الحكام هنا وهناك. بكل تأكيد أتفق معك، هناك فرق كبير. بمناسبة تدريب الحكام، إيه المدة الكافية يعني تدريب الحكام على تقنية الفار؟ هل تختلف إذا كان حكم دولي أو حكم ساحة بياخد وقت أطول، اللاين مان بياخد وقت أطول؟ إيه المدة الكافية التدريب الكامل والمناسب للحكام لاستخدام تقنية الفار؟ هذا يستغرق وقت طويل. الأهم أن يفهم الحكم ما هي كرة القدم، لابد أن يكون هناك فهم كبير من الحكام لمضمون كرة القدم وما تعني كرة القدم. كابتن هاني رمزي، أنا أعرفك كثيرا طبعا بكل تأكيد. صحيح. وفعلا قد حكمت بعض المباريات وحضرتك كنت موجود. كما تعلم حضرتك لاعب كرة قدم وتفهم ذلك جيدا، أن لابد على الحكم فهم كرة القدم في العموم. صحيح. لتطبيق الفار بشكل جيد. طب هو طبعا يعني في أوقات يمكن كان حكم على مستوى عالي جدا في أوقات لم يكن موجود فيها الفار،
هل تقنية الفار بالنسبة لأنه حكم على مستوى عالي جدا، هل دلوقتي بقت عامل مساعد للتحكيم أو عائق أكبر للحكم في التقنيات والبروتوكول؟ يعني بالنسبة له الحقيقة كانت أسهل كحكم قبل الفار ولا بعد الفار؟ أتفق معك تماما بكل تأكيد. كما لاحظنا أنا دايما أمثل ذلك بالإيرباج في السيارات الوسادة الهوائية، لابد علينا أن تكون موجودة ونرفض استخدامها، أو وأنا أمثل الفار دائما بهذه التقنية بالإيرباج. يعني وجودها ضروري ولكن تستخدم في الطوارئ في الارجنسي، يعني مش كل يعني تقنيه الفار مهمه ولكن تستخدم في الحالات الطارئه وليس على طبعا مرور المباراه واي لعبه ممكن نلتجئ فيها الى الفار. يعني بكل تأكيد، ولكن لابد من عدم استخدامها بشكل كثير ومبالغ فيه لعدم فقد الكرة متعتها. فعندما تستخدم الفار في كل شيء وفي كل لعبة فأنت تفقد أو تفقد كرة القدم بذلك متعتها. مرة أخرى أعيد وأكرر، فهم كرة القدم وعلم وعلوم كرة القدم هو شيء مهم جدا، لابد من الحكام للوصول لمستوى عالي في فهم تقنية الفار أيضا، وهذا يترتب عليه فهمك لكرة القدم. صحيح، يعني الفار في الجزء التحكيمي لازم على الحكم التفاهم التام لمفهوم كرة القدم، ولكن على الجانب التكنولوجي توفير الوسائل المساعدة، كاميرات على مستوى عالي جدا، وضع الكاميرات في الملعب بشكل يعني يساعد الفار على توصيل الصورة بشكل أفضل. كمان بنتكلم على تقنية تخطي الكرة لخط المرمى وعين الصقر ما بين قوسين، واللي بيحصل بالنسبة وجود ساعة في يد الحكم بتديله إشارة لتعدي الكرة للخط. كل دي الأدوات وكل دي التكنولوجي اللي بتكمل الجزء الأهم، وهو توصيل صورة مناسبة جدا جدا لاتخاذ القرار. بالتأكيد، وخصوصا عندما أتحدث عن تقنية خط المرمى، أنا شخصيا كنت متواجد مع الفيفا في 2004 وناقشنا هذا المشروع، وأنا من البداية من ابتدأوا هذه الفكرة وطالبنا بوجود هذه التقنية منذ 2004. هذا المنتج ألماني ولم يفعل بشكل كبير في ألمانيا في بداية الأمر. بكل تأكيد هي تقنية مهمة جدا، لا نستطيع الاستغناء عنها، لابد من وجودها بكل تأكيد. صحيح. في النهاية هيرماير فيلين دانك في دقيقة، يعني كنا سعداء بوجودك معنا هنا في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله على تواصل دايما. طبعا هيرماير من أفضل الحكام على مستوى القارة الأوروبية، وطبعا الخبير التحكيمي في قناة تحليلية ألمانية. بنشكرك شكرا جزيلا فادي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، فعلا يعني اتمتعنا بوجودك معنا، وان شاء الله هتكون موجود ان شاء الله بصفه دايما معنا هنا في المحترف. شكرا لك كابتن هاني، اتشرفت بوجودي مع حضرتك في قناه النادي الاهلي. طبعا شكرا لك يا فادي، شكرا لحضراتكم والساده المشاهدين. ان شاء الله يوم الخميس لقاء جديد ويوم جديد من ايام المحترف.